واهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الطبيه. وموضوعنا زي ما حكوا اشاروا الزملاء هنتحدث عن داء السكري. حابين اولا نحكي بموضوع اليوم العالمي لداء السكري 14 نوفمبر من كل عام. رح نتحدث عن السكري النوع الاول، اعراضه واسبابه، ممكن هي تكون نسبته اقل من النوع الثاني، بكون هو خاص بالاطفال. رح نتحدث في كل هاي المحاور مع ضيف اللي بيسعدني ارحب فيه، الدكتور حسن عيده، اخصائي غدد صماء وسكري. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. أول شيء صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين. طبعاً بشكرك على هذا الموضوع المهم بصراحة. يعني هو طبعاً نوفمبر يعتبر من الأشهر اللي هي التوعوية لداء السكري، فبنبلش دائماً نشاطاتنا، ولكن طبعاً راح تختلف شوي بسبب الجائحة السنة هاي الكورونا. النشاطات عن باقي السنوات، يعني كل سنة بتم نحكي هو يوم عالمي لنشر أو بهدف التوعية بهذا الداء. هو داء اللي ممكن نحكي شوي خطير لأنه فيه له مضاعفات خطيرة، خاصة إذا كان مدة طويلة. فكيف فعاليات هذه السنة دكتور؟ يعني في بعض المراكز الصحية راح تعمل هي فحوصات دورية لكل المرضى اللي بتوجهوا إليها. في بعض المستشفيات كمان راح يعملوا فحوصات، ممكن للكوادر كمان يعملوا كمان للمرضى اللي بتوجهوا لها. كنا احنا نعمل للاطفال دائما نشاطات، ممكن توعويه، رحلات، احيانا نشاطات ترفيهيه، تجمعات، بسبب انه الاغلاقات هسه حاليا عدم اللي هي السماح بالتجمع لهذا السبب. صحيح. انه شويه راح يكون الوقت الوضع مختلف جدا، ولكن احنا رغم الظروف اللي صارت حتى مع تواصلنا مع الاطفال موجود عن طريق المجموعات الواتساب او عن طريق الفيرتشوال كلينيك الموجوده، فاحنا بنحاول قدر الامكان نساعد كل مرضانا ان كان. صحيح. عن التليفونات. نتمنى السلامه للجميع. دكتور، نتحدث عن واقع السكري في فلسطين، نسبته بمجتمعنا الفلسطيني. بنحكي عن مرض سكري ممكن يكون مزمن، وممكن ما نحكي عن النوع الاول اللي هو ممكن مرافق للاطفال من فئه صغيره. ايش نسبته دكتور؟ يعني بصراحه هي نسبته في تزايد في العالم كلياته داء السكري، وفي فلسطين خاصه. يعني احنا بنتكلم هسه انه ب 2020 تقريبا في عندنا 20% من مرضى السكري اللي هو بشكل عام الكبار والصغار. من هذول النسبه في 3% ل 5% منهم اللي هم الاطفال اللي هو النوع الاول تاع السكري. فهي نسبه 3% ل 5% هي نسبه عالميه. يعني احنا يعني ماشيين مع هذا الموضوع، لكن في احنا ملاحظين انه في تزايد في تزايد في اعداد الإصابات. اي نعم، وفي تزايد كمان في الاطفال الفئه العمريه الصغرى اللي هم الاقل من 5 سنوات. كنا دائما نشوف انه في اطفال اللي هو عمرهم 9 سنوات 12 سنه، ولكن هسه حاليا في تزايد في هذا الموضوع. دكتور، بنتحدث عن السكري النوع الاول، ممكن انت حكيت لي انه هو اقل انتشار من النوع الثاني، لكن حابين نوضح له خاص بالاطفال. ممكن نحكي لهم بدنا نعرف ما هو السكر النوع الاول؟ لما نحكي عن اطفال من اي فئه عمريه ممكن انا اعرف انه معي ابني سكري؟ التعريف السكري بشكل عام اللي هو يعني عباره عن مرض، هو السكر الاطفال مرض مزمن. فبصير في خلل في الخلايا اللي بتفرز الانسولين اللي هي خلايا البنكرياس الموجود في البنكرياس البيتا سيلز. شو اللي بصير فيها؟ اللي بصير انه السبب تاعه ليس وراثيا لحد اللحظه هاي، ما في اثباتات انه نوع السكر الاول. كثير بيجون الاهالي انه انا فيش حدا في العائله عنده سكر ولكن ابنه صار عنده سكري. فالقصد موضوع انه هو مش وراثي لحد اللحظه هاي، ما في اثباتات انه في شغله وراثيه. يعني اذا كان في طفل بالعائله مش شرط يكون اخوه مش شرط، بس ولكن في عندنا فلسطين هنا في عائلات عندهم 3 اولاد و4 اولاد موجودين. لهذا السبب احنا نعمل قاعدين دراسات على هذا الموضوع، نشوف شو السبب انه في اكثر من واحد بالعائله. انه اللي هو عباره عن التهاب مناعي ذاتي. شو معنى التهاب مناعي ذاتي؟ انه بصير في ترسبات اللي هي من المضادات الحيويه على الخلايا اللي بتفرز الانسولين، بتبطل تفرز كميات انسولين عاليه، فالطفل بصير عنده اللي هي ارتفاع في السكر. اللي بيرتفع بيكون المفروض يكون السكر الانسان وهو صايم 8 ساعات ما بين 70 و99، لما يرتفع فوق ال 126 معناته انه الطفل لازم نشك انه في عنده السكري. كيف انه الاطفال بنصابوا الام تعرف انه هذا الطفل انصاب بالسكري او لا، او الاهل؟ قبل دكتور حابب نتحدث، يعني تحدثت حكيت لنا انه لحد الان ما في دراسات تثبت بانه العامل الوراثي او الاستعداد الجيني له علاقه بالموضوع. اذا ما هي الاسباب دكتور لما بنحكي اطفال بعمر صغير؟ ايش الاسباب المؤديه؟ لانه حكيت لي كمان انه في بنشوف في العيله اكثر من طفل مصاب، فايش هي الاسباب دكتور عشان نقدم نصائح للاهالي انه يديروا بالهم مع اطفالهم؟ الاسباب السبب تاع الاطفال زي ما حكينا انه هو مرض مناعي ذاتي، ولكن ليش انصاب الطفل هاي؟ ما انصابش اخوه، ما انصابش اخته؟ هذا الطفل بيكون حامل بعض الصفات الجينيه خاصه فيه،
يعني طفرة جنية بيكون هو من ولد فيها. هسا ليش انه بصير معاه في هذا العمر؟ يعني بصير على 5 سنين او على 6 سنين او على 7 سنين او على السنة او على سنتين او على 18 سنة او حتى على 20 سنة. احيانا هاي الشغلات في عوامل من الطبيعة اللي هي بتساعد، زي ايش؟ انه احيانا اكل اللي بيساعد هذا الموضوع، الفيروسات، المناعة، الاسترس، ولكن هاي الظروف كلياتنا عايشين فيها. لهذا السبب ما بنقدر نعمم انه هي سبب رئيسي لهذا الموضوع. السبب الرئيسي انه الطفل هو حامل بعض الصفات الجينية اللي هو مهيئ جسمه انه يصاب بامراض مناعية ذاتية. بدي اسالك سؤال دكتور، يعني متداول كثيرا بين الامهات بموضوع الطفل لما احنا بنعوده من هو صغير انه يكون مكلبز، يعني دائما بنحب عاده الطفل الملان المكلبز، فبنحاول احنا قدر الامكان واحنا صغار سواء الجدات او حتى الامهات يضل يدعموا سواء بالحليب. فانا يعني سمعت من بعض الامهات انه بما اني انا عودت طفلي او تعود جسمه انه مكلبز في عنده امكانيه للسمنه، اذا هو عنده امكانيه للاصابه بداء السكري، فهل هاي المعلومه صحيحه ولا كيف دكتور؟ ونحكي عن موضوع دائما بنفضل انه الطفل المكلبز هو صحته اكثر من الطفل الضعيف، لكن هو فعليا علميا هذا الشيء خاطئ. لهذا السبب احنا جمعيه اطباء الاطفال والجمعيه العالميه كلياتها في الاطفال انه تشجيع الرضاعه الطبيعيه اللي هي لحد 6 شهور على الاقل، يعني ما ندخل الاكل. تتذكر زمان كانوا يدخلوا للطفل الاكل على 4 شهور على 3 شهور، في ناس بياخذوا السيريلاك وكذا، هسه حاليا ممنوع بتاتا. ليش؟ بسبب الامراض، لانه اكتشف انه الامراض اللي بتصير المزمنه عند الشباب اللي عمرهم 30 سنه و25 سنه، خصوصا اللي هي الجلطات القلبيه او الدماغيه او الضغط او السكري، سببها اللي هي الاكل المبكر والسمن الزائد المبكر عند الاطفال. كثير بنسمع من الجدات والامهات احنا طعمينا وما صار في شيء، لا احنا حابين نحكي انه ممكن المضاعفات او نحكي المسببات نتيجة الغذاء الخطأ ممكن تظهر على زي ما حكيت عمر بعد 30، الجلطات أو حتى السكري، فمش شرط تكون العرض بنفس الفترة. كثير بنسمع طعمناهم ما صار فيهم مزبوط شيء. مزبوط، هو صار فيهم لهذا السبب. أحيانا إحنا بدنا إيش؟ إنه الواحد إنه يعيش فترة طويلة. دائما الواحد بحب انه ابوه وامه يعيشوا فتره طويله. صحيح، يعني هذا السبب نحافظ عليه. الحياه طبعا مهمه، هي الشغله مهمه جدا الموضوع. فلهذا السبب انه الاكل المبكر او تدخيل الاكل المبكر عند الاطفال بسبب لهم اللي هي الامراض المزمنه في المستقبل، مش شرط انه يكون بدايه، ممكن يكون على 40 سنه 30 سنه و40 سنه لساتهم شباب، يعني في عز شبابهم. لهذا السبب مش لازم واحد انه ينصاب ويصير عنده امراض مزمنه ويكون معاه الادويه اللي هي الضغط والسكري والدهنيات. دكتور، نتحدث عن الاعراض، كيف ممكن انا اعرف؟ بما ان حكينا انه من اسباب مش من اسبابها استعداد جيني او مثلا طفره جينيه، اسباب طفره جينيه، كيف انا ممكن اعرف انه طفلي بعمر صغير انه معه سكري عشان انا اتوجه للطبيب عشان انا اقدم له العلاج الصحيح؟ اصعب شغله انه الطفل لما يكون مش متعود يروح على الحمام، هي اصعب شغله الواحد الناس ينتبهوا عليها. انه الانسان الام بيكون بتفوت الطفل، اذا كانت تفوته بتغير له اياها يومين، يعني في اليوم 3 مرات 4 مرات، بصير تغير له اياها 10 مرات. من اي عمر؟ بس عشان نركز دكتور، يعني هذا الشيء ممكن عمر سنه، من السنة ممكن يكون ممكن بيان. في عندنا 8 شهور، في عندنا 9 شهور عندنا أطفال عندهم سكري، ولكن الكبار في العمر بصيروا الأم بتلاحظ عليهم إنه الطفل راح يبول كثير على الحمام، يشرب مي كثير، الوزن تاعه نزل. أحيانا الأطفال بتقول الأم تيجي علينا بتقولنا دكتور أنا ابني ما كانش يبول على حاله بالليل، صار يبول على حاله بالليل. هاي كمان من الأعراض الموجودة، ولكن مش هو يكون السبب الرئيسي للسكري، ممكن يكون التهاب في المسالك البولية، ممكن يكون سبب آخر لهذا الموضوع، ولكن لازم نشوف انه يكون عند هذا الطفل ممكن يكون عنده سكري، ولازم نتوجه. لانه بصراحه اذا ما توجهناش مبكرا ممكن الطفل انه يدخل في مضاعفات، ويدخل اللي هي في يصير عنده حموضه في الدم، ويدخل في العنايه المركزه. دكتور، ايش هي العوامل او نحكي الفئات اللي ممكن نحط عليها اكثر من خط ضروري انا اتبع معها في امكانيه ان تصاب، يعني انه الطفل يصاب بالسكري، او نحكي عوامل الخطر ممكن ان تؤدي بالاصابه بالسكري عند الاطفال، زي ايش دكتور؟ يعني خلينا نكون الاهل يعني مهتمين اكثر في طفلنا. هذا هو سؤال مهم جدا، لانه احنا بصراحه كثير عملنا على هاي الشغله، وحاولنا نعمل نلاقي دواء كمان انه نمنع حدوث السكر عند الاطفال، بس لحد اللحظه هاي للاسف الشديد ما في دواء وقائي على اساس نحن نمنع حدوث السكر عند الاطفال. ولكن اللي هي الاكل الصحي، دائما اقول الاهل الاكل الصحي وممارسه الرياضه، هذه الشغلات يعني بدائيه وشغلات مهمه جدا الواحد انه يحافظ عليها قدر الامكان، انه نبعد عن الماكولات اللي هي الفاست فود والجنك فود والامور هاي، اللي هي المواد الغازيه اللي هي زي الكولا ولا العصائر المصنعه. صحيح. الشيبسيات، الشوكولاتات اللي بياكلوها، ولكن ما بتقدر تمنع الاطفال،
الطفل بده ينمو لكن بكميه محدوده، كميات محدوده جدا، نراقب الكميه للطفل، نحاول قدر الامكان انه يعني هسه حاليا في المدارس بتعرف انه بسبب الجائحه جائحه كورونا انه ما في عندنا الكانتين مش شغالات مزبوط، لا هذه شوي خففت شوي من الاطفال انه بيشتغلوش من الكانتين، ولكن بيشتغلوا من برا، ولكن يعني شوي بكون قللت الكميه. اي نعم قللت الكميات هاي، ولكن اذا الطفل جسمه مهيئ انه ينصاب بالسكر النوع الاول رح يصاب. دكتور ايش هي المضاعفات؟ حابين يعني نحكي ولن نقدم نصيحه للاهالي بالتوجه، يعني في حنا عندنا اعراض معينه لازم نتوجه للطبيب عشان احنا ما يصير فينا مضاعفات ونقدم العلاج الصحيح. ما هي العلاج والمضاعفات في حال احنا دكتور ضروري نتوجه للطبيب عشان ما يصيرش فينا مضاعفات عند طفلنا؟ طلع بالعاده الاهل زي ما قلت لك انه اي طفل بصير يبول كثير ويشرب مي كثير بتوجه للطبيب، الطبيب بقيس له السكري، واذا كان في ارتفاع في السكري بوجه للمستشفى. المضاعفات السكري المفروض يعرفوا الاهل، انا دائما لما يجي عند الطفل تاع السكري بقول لاهله وبخبرهم للاهل بغض النظر شو التشخيص تاع ابنك، ابنك راح يضل انسان طبيعي. يعني احنا بنطمن الاهالي هسه حاليا احنا موجودين وفي متابعه حثيثه للاطفال تعيين السكري على اساس ما يصيرش عندهم مضاعفات ولا يصير عندهم مشاكل. مضاعفات السكري عند الاطفال ما بتصير عندهم الا اذا كان الاهل مهملين ما بيعالجوش ابنهم، واذا كان عنده التراكم دائما عالي، مخزون السكر عالي، فلهذا السبب انه ما بصير عندهم مضاعفات قبل التشخيص تقريبا 15 سنه. فالاهل يطمئنوا من هذا الموضوع بالنسبه للاطفال. الكبار السن يختلف الوضع تاعهم، ولكن بالنسبه للعلاجات، العلاج السكري تاع الاطفال، اول شغله انه انا يعني بحب من عن منصه التلفزيون الفلسطيني اني اشكر وزاره الصحه، لانه الحمد لله في النهايه يعني ممثل بوزيره الصحه انها ايش؟ انها دخلوا اللي هي الانسولين الحديث في وزاره الصحه، فهي الشغله مهمه جدا بصراحه، وصار لنا احنا سنين بنحاول قدر الامكان نحاول انه ندخل اللي هو الانسولين، ودخل نهايته في الموضوع، لانه انت بتعرفي الانسولين الاطفال لما بده ياخذ الابر كل الاطفال بيخافوا من الابر مزبوط، لا هسه حاليا الاقلام سهل استخدامها وكمان المضاعفات تاعتها قليله اللي بنشوفها موجوده هسه حاليا في كل اللي مرافق الرعاية الصحية في الوزارة، في هذه الشغلة كثير مهمة جدا وإنجاز عظيم إنه إحنا دخلنا أخيرا اللي هو الإنسولين الحديث لوزارة الصحة. طبعا كل الشكر لهم دكتور، وكل الشكر لك دكتور حسن عيدة أخصائي غدد صماء وسكري، بنشكرك كل هاي المعلومات الطبية ونتمنى السلامة للجميع، وأهلا وسهلا فيك يا دكتور.